في الغرف والأروقة في مستشفى الرقة الوطني الذي كان آخر موقع انكفأ إليه تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة قبل طرده منها قبل عام، لا يزال مشهد الدمار مسيطراً. أجهزة أشعة تالفة، أدوية وأطراف اصطناعية مرمية في كل مكان. عملية حرق بالمشفى عملية يعني كأنه انتقام، مو أنه موضوع هروب أو موضوع انتقام من المشفى، يعني الخاسر الأكبر هو كان أهل الرقم. وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية في 17 من تشرين الأول أكتوبر 2017 على الرقة بعد 4 أشهر من المعارك الضارية. ورغم بدء عودة السكان تدريجيا إلى المدينة، لا يزال مشفاها الوطني خارجا عن الخدمة وعبارة عن غرف وأروقة تملأها الخردة، فلا معدات وأدوية صالحة ولا أطباء أو ممرضين. حقيقة نحن كمجلس رقة المدني إلى الآن لم نتخذ أي إجراءات في سبيل دعم المشفى العام، كون يحتاج إلى مبالغ طائلة. على سبيل المثال في المجال الإنشائي الترميم والتأهيل بلغت الدراسة إلى ما يزيد عن 3 مليارات، هذا باستثناء الدراسة الطبية. وشكل المستشفى الوطني مع الملعب البلدي الواقع على بعد عشرات الأمتار منه آخر موقعين تحصن فيهما تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة التي كانت معقله الأبرز في سوريا، وتعرض الموقعان للدمار على غرار عشرات آلاف المباني المدمرة تماما أو المتضررة إلى حد كبير في كل أنحاء المدينة.